ورد في القرآن الكريم أن الشقاء لا يجتمع مع 6 حالات، أما الأولى لا يجتمع الشقاء مع بر الوالدة، قال تعالى: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. الثانية لا يجتمع الشقاء مع الدعاء، قال تعالى: ولم أكن بدعائك رب شقيا. الثالثة لا يجتمع الشقاء مع القرآن، قال تعالى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الرابعة لا يجتمع الشقاء مع اتباع الهدى، قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الخامسة لا يجتمع الشقاء مع خشية الله، قال تعالى: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. السادسة لا يجتمع الشقاء مع التقوى، قال تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. نسأل الله أن يسعدنا في الدارين ولا نشقى أبداً.